خبريه، كلكم عرفتوا انه كان في بواخر ايرانيه محمله بالفيول وبالمازوت والبنزين، حتى قسم كبير منها ببلاش وهن 6 بواخر، وقسم على الليره اللبنانيه بحسب السعر المتداول العادي اللي كان السابق قبل ثوره الزعرام 17 سنين. هالبواخر كان على اساس تتفضى بمصفات الزهراني، وكلكم سمعتوا فيها. واذ تنطفي الخبريه وما بيوصلوا البواخر وما بيتفضوا بمصفات الزهراني. ليش؟ تعرفوا ليه؟ التفصيل تبع المسؤول السابق الذي انشق عن حركة أمل واللي خبرني هيدي المعلومات بيقول انه ابو الارانب طلب حصة 51% من النفط الموجود بالست بواخر الايرانية على اساس يبقى 49% بيوزعون الحليف ووزعون على الشعب اللبناني او على محطات لبنان كلها سوا، تم والا ما بيفضيها بالزهراني. تم الاستعاضة عن الزهراني انه تتفضى بمصفات طرابلس، الا انه تم الايحاء من قبل ابو الارانب لارنبه اللي كان شو براقبته بقول له ما تعتذر، خليك ممنوع تخسر التكليف. سعد الحريري كمان بيمنع تفريغ الحمولات تبعيه السفن الايرانيه بمصفات طرابلس. هلا يمكن حدا بيقول لي طيب ليه ما بتروح الاجهزه بتفتح مصفات الزهراني ومصفات طرابلس؟ اي اجهزه عم تحكوا؟ الاجهزه اللي بدها تنفذ هيك شغله بده يكون في عندها قرار من القضاء الجزائي. من مين؟ من مدعي عن تمييز مين بعينه ومين مغطي سياسيا؟ مزرعه سعد الحريري. مين المايسترو تبع سعد؟ نبيه بري. طيب سجاد هذه البطاقات هي مش بس للطائفة الشيعية، كان لكل الطوائف في لبنان. على أساس هذه البطاقات بيشتروا فيها وبتكون مثل لنقول كارت كريدي مدفوع المبلغ، بيكون مثلا لنقول هالبطاقة 1,000,000 ليرة بتكون مغطاية 1,000,000 ليرة، وعلى أساس هذا 1,000,000 ليرة بتنصرف. ليش توقف العمل فيها هذه البطاقات؟ تعرفوا ليه؟ بحسب على ذمة الراوي الذي انشق مؤخرا عن حركة أمل المسؤول، لموجه له تحية على جرأته لأنه تواصل معي كرمال هذا الموضوع، بيقول لأن أبو الأراني طلب 150,000 بطاقة لإله تتمول من الجمهورية الإيرانية ويسميها بطاقات صدر. ليه؟ لحتى يعوض عن يعني لحتى يضل يمج التفنيصة اللي كان عم يعملها من سنة 78 لهلا ولحتى يرضوا عنه. كمان تم رفض هذا الموضوع من قبل إيران، ولأنه كمان نبيه بري كان من المفترض إذا هو بخط المقاومة وإذا هو حليف للمقاومة المفترض ينسق كمان مثل ما عم بتنسق المقاومة، وكان لا راع على سوريا ولا راع على إيران، وبالتالي هن بيعرفوه يعني بيعرفوه بعدوان تموز وبيعرفوا له كل دواوينه وكل اخباره وكل ارامبه. بالتالي توقفت المبادره الايرانيه على بطاقات سجاد لانه بده 150,000 بطاقه نبيه بري. اكثر من هيك عمل لميه نبيه بري من ديترويت ومن يعني من ولايه ميشيغان ومن ديترويت وديربورن بالتحديد، لانه في من اخواننا اللبنانيين الشيعة في ديترويت هن اعظمهم أغلبهم يعني من منطقة الجنوب، ضب ملايين الدولارات من أجل مستشفى على أساس أخذها للفقراء، وهذا المستشفى اسمه مستشفى مدرار صوب شوكين، إذا بتعرفوا اللي قاعدين بالجنوب بيعرفوا صوب شوكين. جاب مصرياتها من ديترويت مثل ما قلنا، وعلى أساس للمساكين والفقراء والمعطرين عملها لجماعته للوزراء وللنواب ولكل اللي هني أرانب حوسته لأبو الأرانب.